خيركم تقدم خيركم من علم الأجيال الأربعون في تعظيم القرآن الكريم وخشوع. الحديث التاسع عشر عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. فهو السكينة والهداية والتقى، وهو الشفاء لكل ذي قلب سقيم.